عاش جمهور مدينة العرائش وزوارها الأجانب الذين حضروا خصيصا لمتابعة فعاليات مهرجانها للمسرح والفنون الشعبية لحظات ممتعة استمتعوا فيها بأشهر أغاني الفنان الشعبي عادل ميلودي الذي ذاع صيته في الديار الأوروبية من خلال حفلات عديدة التقى فيها بمغاربة المهجر في أكثر من مرة. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. كلشي ديال من؟ كلشي ديال من؟ واللي بغى يربح؟ اللي بغى يربح؟ البركة في الدرويش، البركة في المسكين، والبركة في القليلة. قال لك العز ديما، العز ديما والنصر، والقعدة في القصر، عشرات المليون في الشهر، وما دينا والو، سالي حبا والو، ساوزا والو، ما سمعنا والو، الريز والو، والو والو، سالي حبا والو، ساوزا والو، واضرب اضرب. هما اللي قالوا الريز والو، واللي لقى راحته في الحماق، اللي لقى راحته في الحماق العقل ما عنده ما يدير به. افريمون الحماق حماقي، واللي هبال هبالي، خليوني نجي دابا خوتي راني بوهالي، خليوني نجي دابا راني بوهالي. حبابي اخوتي اصحابي حبابي حماقي، عاود الحماق حماقي، باغي نسمع ديال بصح
لحمق حماقي ولحمق حماقي وخليوني نجي تفسي هذي راني مهالك خليوني نجي تفا راني مهالك I'm not afraid of the dark.